فرق بين النحت بقى والنحت الفور دي. الفور دي ان انت تبيني تفاصيل وملامح الجسم زي ما اتفقنا، ان احنا منطقة البطن تبقى فلات، منطقة الوسط تصغر، منطقة الظهر تبقى فيها كيرف، بيبقى زي اي شيب بنت شكلها او جسمها جميل، ان احنا بنشيل كل منطقة دهون الظهر وبناخد جزء من الدهون بنحطه في بعض المناطق لابراز مفاتن الجسم تماما. من اكتر المناطق اللي احنا بنحط فيها هي منطقة المؤخرة، بنحط مش بنزود فوليوم او كحجم، لكن بنديها شيب ان هي تاخد الشيب المثالي. فكلمة 4D ان احنا جاية من 3 او 4 ضلوع بنظبطهم مع بعض في نفس العملية.